الدماغ بحجمه البسيط هو مسؤول على فعاليات كثيرة بجسم الإنسان، الحركة، النطق، السمع، كل هذا هو مسؤول عليها الدماغ. ففي حالة أي جرح أو خدش أو خلل بالدماغ راح يأثر على فعالية الجسم، سواء أنه فقدانها أو خلل به. فإحنا أخذنا صورة للدماغ حتى أرويكم أنه كيف الشكل مالته يكون مربك، والأوعية الدموية مالته منتشرة، لذلك العمل بها يكون جدا حذر. فحين إصابة الدماغ بورم سواء كان كبير أو صغير فيجب العناية بالعمل به. فعادة الطبيب يستخدم صور المفراس الحلزوني ويحدد به الورم وأبعاده، أو الرنين المغناطيسي أو المفراس الحلزوني يحدد به الورم وأبعاده ويقوم بإزالته. واحد راح يقول لي انه اذا القضيه محلوله الورم بين بالصوره، فراح يجي الطبيب راسا بس انه يزيله. بس احنا نقول لو اخذنا صوره الورم، هذه هي صوره الورم، وكبرناها راح نشوف انه اكو تداخل بالالوان بين الورم والخلايا السليمه. يعني عندنا منطقه تداخل هذه يعني اكثر من مجموعه خلايا. فواحد راح يقول مو مشكله تنشال هذه حتى نخلص من الاشكال. أنا راح أقول له لا، لأن هذه الخلايا أو خلايا الدماغية خلايا غير قابلة للتجدد، يعني فقدانها راح يسبب خلل وظيفي بجسم الإنسان. فإحنا أنا وزميلي سيف داود سوينا في برنامج بسيط حتى نحل هاي المسألة. هذه الصورة الثانية لو تشوفون إنه الورم الشكل مالته مو واضح، شكله من الداخل ويا الأنسجة الباقية بداخل جسم الإنسان. يعني متى نقدر نميزه؟ مو بس متى نقدر نميز الشكل مالته، الحدود مالته هم مالتين مو واضحة. فالبرنامج مالتنا سوى قدرنا نحدد شكل الورم بشكل عام، يعني الورم قدرنا انه ناخذ شكل مالته، قدرنا نطلع التداخلات مالته ويا باقي الانسجه، يعني انه اكو مكانات انه ما كنا نقدر نميزها هنا، قدرنا احنا نميزها ونفرزن الصوره، صوره الورم عن صوره الخلايا السليمه. بهاي فاحنا ايش راح نسهل على الجراح؟ نسهل انه يقدر يشوف حدود الورم بدقه اكثر، نعطي مرونه اكبر بالعمل مالته. وفي حاله انه هو احتاج ازاله خلايا اضافيه، فانه راح تكون خلايا بسيطه مو مثل ما شفناها بالحاله الاولى، تكون عدد الخلايا المزاله انه كلش كبيره. فاحنا لو نكبر هذه الصوره راح نشوف انه هذا الورم اللي قدرنا ناخذه اكو يعني بروزات صغيره جدا ما نقدر نميزها بالصوره العاديه، او نقدر نميزها بس محتمل انه نسوى عن بعض القضايا من عندنا. هذا شيء جدا دقيق وحذر، لازم انه واحد يقدر انه يعني يهتم به او يسوي فد فوكس عليه. فقدرنا نوجد هذا الشيء. احنا بالبرنامج مالتنا هذا البسيط ايش قدرنا نسوي؟ نقدر انه نوفر مبالغ طائله من الدولارات، الاف الدولارات وملايين الدولارات، حتى انه نسهل امر للجراح لازاله هذا الورم. هذا رقم واحد. رقم اثنين انه في امكانيات بسيطه، يعني الحاسبه البسيطه والبرنامج مالتنا نقدر انه نتوفر باي مكان انه تساعد الطبيب الجراح على اكتشاف ابعاد او حدود او تداخلات الورم بدون الاستعانه بالاجهزه الحديثه. احنا ما نقول انه ما نريد احنا اجهزه حديثه، لا، احنا بدنا نحكي في حاله انه هاي الاجهزه الحديثه ما توفرت او ما موجوده. فكيف انه يصرف الطبيب او الجراح؟ فانا هذا هو يعني الحل مالتنا، وان شاء الله انه يكون مفيد ويخدم المجتمع. شكرا.